الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. لماذا استغرق العلماء وقتا طويلا قبل أن يتمكنوا من رصد بوزون هيجز؟ وكيف تمكنوا من رصده؟ لماذا يحاولون أن يرصدوه بطريقة أخرى؟ تابع معنا المقال التالي لتعرف الإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر. لماذا يصعب رصد بوزون هيجز العجيب؟ بوزون هيجز هو عبارة عن جسيم تنبأت بوجوده دراسات نظرية في ستينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن بذلت جهود كبيرة لرصده وإثبات وجوده، وهذا ما تحقق في عام 2012. ولكن لما استغرق رصده كل هذا الوقت؟ يتولد بوزون هيجز في فقاعات صغيرة من الطاقة المركزة ويبقى موجوداً لفترة متناهية في القصر 24 السالب 10 ثانية قبل أن يتفكك إلى سيل من الجسيمات دون الذرية الأخرى. ورصد هذه الجسيمات ودراستها هو ما مكننا من اكتشاف بوزون هيجز في الأصل. إن هذه الجسيمات الناتجة عن تفكك بوزون هيجز تعيش لفترة طويلة نسبياً، ما يمكننا من رصدها بسهولة باستخدام مرصدي أطلس و CMS الموجودين في المصادم الهادروني الكبير LHC. يتفكك بوزون هيجز في 60% من الحالات وفقاً للنموذج المعياري إلى زوج من الكواركات القعرية، وفي حوالي 21% منها إلى جسيمات من النوع W، وفي حالات نادرة إلى جسيمات من النوع Z. الغريب في الأمر أنه في العام 2012 رصدت جسيمات من النوع Z كدليل على وجود بوزون هيجز، مع أن وجودها هو الأقل احتمالاً. ما زال العلماء يحاولون حتى الآن رصد الكواركات الناتجة عن تفكك بوزون هيجز، إلا أن هذه العملية صعبة للغاية. فرصد الجسيمات من النوع W و Z مثلاً أسهل بكثير، لأن هذه الجسيمات تتفكك بدورها إلى أزواج من الإلكترونات والميونات التي يمكن رصدها بسهولة، على عكس الكواركات التي يصعب رصدها. فالكواركات القعرية تتزوج مع الكواركات الأخرى، وهذا يولد طيفاً واسعاً من الجسيمات التي تتفكك ويعاد تشكيلها بشكل متتال، مما يخلق فوضى عارمة يصعب على العلماء فهمها. إذا لم نتمكن من رصد تفكك بوزون هيجز إلى كواركين قعريين، فإن هذا سيشكل صدمة كبيرة للعلماء، وهم يعملون في هذه الأيام على خوارزميات لالتقاط أنماط متتالية من الطاقة تدل على وجود بوزون هيجز وتفككه إلى كواركات قعرية. ولفعل ذلك يجب عليهم دراسة كل أنماط الجسيمات التي قد تتولد في هذه الحالة وفهمها ورسمها، ثم مقارنة هذه الأنماط مع النتائج التي سيقدمها المصادم الهادروني الكبير LHC هذا العام، والتي ستكون أكثر بخمس مرات مما قدمه في العام الماضي. يأمل العلماء أن يتمكنوا من رصد هذا التفكك المهم بحلول شهر آب أغسطس من هذا العام. هذا التفكك الذي سيخبرهم بالكثير عن خصائص جسيم بوزون هيجز الفريد من نوعه.